عاصفة ما شاء الله. شتا 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 تبارك الله، خيط من سما راه سد السرجم حيت الشلط كيدخل لداخل. شي ربما يكون ما كيبان لكمش مزيان. تبارك الله شتا عينا ماما، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله. يدخل الماء للتليفون، شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الماء كيفاش كيهبط في السرجم. شوفوا شوفوا تبارك الله، صلى على النبي، الماء كي كيجري. شوفوا تبارك الله يا ربي، امطار الخير. تبارك الله، صلى على النبي يا ربي، تبارك الله على الشتيوة. ما شاء الله يا ربي، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. شوفوا تبارك الله، شوف كنبغي نحل السرجم ولكن الشتا مجهده كيدخل كيدخل الشلط لداخل. شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 الصلاة على النبي، شوفوا الدنيا كي سادة. شوفوا شوفوا تبارك الله، الدنيا سادة. تبارك الله، الصلاة على النبي، تبارك الله، الصلاة على النبي. ماما شوفوا تبارك الله، شوفوا الأمطار، شوفوا خير أدي مولانا، الخير الخير الخير. كيطيح معاه حتى داك سميتو تبريرو. كنبغي زعما نحل السرجم باش نشد لكم مزيان. غنمشي للبانكو نشوف واش غيبان لي مزيان. شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 الخير ديما لنا. شوفوا شوفوا تبارك الله، الخير ديما لنا. شوفوا هنايا من البالطو، شوفوا تبارك الله الخيرات، شوفوا الخيرات ديما لنا. شوفوا الحجر، الحجر كيطيح، الحجر والله الا الحجر في مدينه صفرو. شوفوا تبارك الله الماء، شوفوا دغيا يلاه ما كملش حتى دقيقه باش طاح الشتا. شوفوا تبارك الله البلط فين ما كينزل الماء فيه. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 شوفوا. ربي تستر يا ربي، تتمنى يا ربي يا ربي يا ربي. شوفوا تبارك الله الخير، شوفوا الخير، شوفوا 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 الماء ما كينزل الماء، ما كينزل الماء. يكون بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، وتكونوا مزيانين بصحتكم نتوما وليداتكم. الحمد لله على امطار الخير، الحمد لله طاح الشتا تبارك الله الخير دي مولانا. وحنا دابا طلعنا باش نسيقوا السطح، وهانتم خليكم معنا سي حميده وراه كيسيق. عطيتي تحيه للمشاهدين ديالنا، وقرب لنا ما كتسنى وكي دايرين المشاهدين وكي دايرين احبابي بجد. ها انتم كما كتشوفوا الامطار الحمد لله على الامطار بخير. وحنا دابا انا وكاتري والله في السطح غنديروا شويه ديال دابا، حنا غادي نسيقوا السطح. وهانتم لالا ندى يا شنو يا انت كتشوفي دابا تعاونوا نو ماماك. شكرا سليم ليا باش كنجدكم بجوج. يا صاحبي عجبتي انا فكره زعما هائله هذه دابا ديال ديال تشيق السطح. غادي تكرر صافي يا بس
الله يصلح عندي دابا الدنيا كيفاش دايره. تبارك الله يصلح عندي امطار البنات. من بعد ما سيقنا السطح ما هبطنا من السطح حتى سيقناه وسالينا، عاد ضربت الفقد في الخبز، لقيت الخبز ما كاينش، وكما كتعرفوا دابا مع الحجر الصحي الحوانت كلشي مسدودين. وجيت دغيا تيك عجنت المطلوع، وانا دابا كنطيبو هانتوما كما كتشوفوا المطلوع ديالي كيفاش جا، كيجي زوين يعني كنديباني وراسنا. فاش الخبز ما كاينش ودابا الحجر الصحي، عجنت دغيا هاد المطلوع وخليته خمر، ودابا ها انا كنطيبو وانا حتى نسالي المطلوع ديالي وهانتوما معايا. البنات كنطيب المخيمرات ديالي اولا المطلوع ديالي على جوج بوطات، كنطيب هنايا وكنطيب هنا في المقله هذه ديال البغرير، الطيفال ديال البغرير، وكنطيب هنايا في المقله العاديه باش نسربي دغيا. صراحه جا زوين هذا المطلوع، جا كيحمق هانتوما كما كتشوفوا. هذا هو المطلوع ديالي، جا زوين بزاف، جا محمر وجا غزال هانتوما. يعني بنادم كيبقى غير ديك الخبز غير الخبز في الفران، الخبز في الفران، الخبز في الفران، مره مره بنادم يبدل عاوتاني بحال هكا، حتى هكا المطلوع كيجي زوين هانتوما كما كتشوفوا. ودرتهم هكا صغيورين، كيجيو الصراحه حتى هكا زوينين. وراني تحرقت واحد الحرقه، شوف شوف كتبان لكم ها هي هنا، كيضرني يدي كاع ما غير كنقرب العافيه. ديري 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 تحرقت هذه، حلت تحرقت قريبا صراحه البنات. هذا البطبوط والله العظيم صالحي غير هكا مع الزيت، عرفتي مع السخون، وغير طويس الزيت وبرير ديال اتاي، والله العظيم الا كيجي غزال كيحمق. الا بغيتوني نشارك معكم حتى شي نهار ان شاء الله، ونشارك معكم شنو درت فيه في شنو درت فيه في العجينه. صافي هنايا ها هي هذه اللي بقات ليا هي الطيفال ديال الطيب. ها هي شوفوا تبارك الله كي كتجي محمره، كيجي غزال والله الا البنات الا كيجي فن. هنا البوطره دلال عليها الحليب، طيب الحليب لبنتي، ما بغيتش نغسلها، قلت حتى نسالي في مره عاد نغسلها. وصافي يا البنات، هذا هو المخيمرات، هذا هما المطلوع ديالي هانتوما كما كتشوفوا. الصراحه اللي كيجي زوين بزاف كما قلت لكم البنات، هكا غير مع اتاي والله الا كيجي غزال مع اتاي والزيت ولا الزبده، هكا الزبده تحلها ودير فيها الزبده، فهكا كتجي فنة. نتمنى يعجبكم البنات هذا المطلوع ديالي، وبسلامه عليكم وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.